متتبعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم. حنا الآن تنتوجدوا في مقر جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا. جينا لهذه الجمعية دي باش نتعرضوا للمشاكل اللي تعانيها الأطفال المعاقين ذهنيا، اللي هي ما تتخفاها على حتى شي واحد، ولكن جينا الآن باش نناقشوا واحد الموضوع اللي هو موضوع مهم ويتعلق بتأخر صرف أجور مجموعة من الأطر أو كل الأطر تاع الجمعية. هذه الأطر اللي تيوجهوا رسالة غير مشفرة لرئاسة الحكومة، تيقول لي الله يخليك خلصنا راه تقهرنا بزاف. كنعيشوا مأساة اجتماعية بمعنى الكلمة. يعني هنايا الناس اللي كارية، يعني خصنا تأدي الكرة ديالها، وأكثر من هذا الشيء من غير الكرة والماكلة والشراب راه والتطبيب، راه كاينين اللي عندنا التزامات مع الأبناك. الأبناك ما عارفاش أن هذا المشكل راه كنعيشوه، يعني حتى هذا المشكل راه مطروح لينا. يعني الأكثرية راه مهددين بالسجن إلا ما أديناش الواجبات ديالنا لهذا الأبناك. دونك هنا كاينه كارثه اجتماعيه عظمى، زعما كارثه كنعيشوها كأطر تربويه داخل الجمعيه. شنو الحوايج اللي انتم ما مخليانكمش انكم توقفوا الخدمه لانكم ما تخلصتوش؟ اول حاجه العمل ديالنا المتفاني تجاه لهاد الاطفال، حبنا لهاد العمل. يعني حنا ما جيناش خدمنا مع هاد الوليدات من الفراغ، يعني راه الارتباط الوثيق معنا لهاد الوليدات هو اللي خلانا صابرين بمعنى الكلمه صابرين، ولكن يعني ما لقينا حتى شي باب ولا شي، زعما سمعت لنا الوزاره من غير ذاك اللقاء اللي تم بين السيد الرئيس والوزيره، ولكن ما كاين حتى وعود كاذبه بمعنى الكلمه، وعود كاذبه. ورغم هكاك حنا تنقولوا لهم راه ما عندنا لا انتماءات سياسيه ولا انتماءات نقابيه ولا انتماءات حتى حاجه، لا حزبيه لا والو. حنا ناس كتجي كتخدم كتادي الواجب ديالها، وحنايا باغيين الاجور ديالنا، لان سبع شهور ما يمكن حتى شي واحد، ما يمكنش لشي واحد لا ما يتخليش، زعما ما يمكنش الانسان يصبر على سبع شهور. دابا في الشهر السابع باش الاطر ديال الجمعيه ما تلقاتش الاجر ديالها، وحنا في الخطوات اللي تبعنا يعني من بدايه الازمه وحنا كنحاولوا ما امكن نوصلوا الصوت ديالنا، وفيكتيمون وصل الصوت للسيده الوزيره واستقبلت السيد الرئيس الجمعيه اللي عبر لها على الماساه ديالنا، لان هو كوسيط لنا ضغطنا بما فيه الكفايه على المكتب المسير باش يصرف الاجور، ولكن يتضح بان الامور خارج على السيطره ديالو. لذلك عمل السيد علي رضوان اتصل بالسيده الوزيره مشكوره واستقبلته، وتم حوار، وكانت وعود بان غادي تدخل وزير وزاره الماليه باش ديبلوكينا لا سيتياسيون، ولكن حتى الان باقي ما كاينش شي حاجه ملموسه، لان تلقينا وعود ولكن حتى ما كاينش شي حاجه اللي شي بدايه ان تبين تحل الازمه. داكشي علاش مؤخرا يعني نهار الاثنين المنصرم صعدنا شويه في الاحتجاجات، وقمنا بوقفه جميع الاطر ديال الجمعيه، درنا وقفه ونددنا بهذا الوضع هذا، وطالبنا السيد رئيس الحكومه باش يتدخل، لان الاشكال اللي كاين ماشي عند الوزاره الوصيه ولكن الاشكال كاين في وزاره الماليه. اذا كان نعم. شحال تقريبا من الاطار انتم عندنا في شحال من موظف في الجمعيه؟ هنا تقريبا 153 مستخدم، يعني فيهم لي كادر وفيهم المستخدمين. دونك 135 يعني 135 اسره. 135 اسره اللي كتقوم برعايه اكثر من 500 طفل معاق. يعني اكثر من 500 اسره اللي هازين الهم ديالها. اذا نفترض احنا الوضع تازم وحطينا السلاح وخرجنا في حالتنا، دونك راه 500 اسره غادي تكرفس، زائد 135 اطار اللي غادي تشرد. راه كارثه اجتماعيه، كارثه اجتماعيه اللي كنطالبوا السي العثماني انه يدخل باش يحل هذا الوضع هذا. حنا ما تنطالبوش بشي حاجه غريبه، حنا كنطالبوا بالاجور ديالنا بحق. خدمنا ادينا عمل ديالنا، دونك من حقنا ان نتقاضوا الاجر. يا جميع اللي لا حقوق الدستوريه ولا قانون الشغل ولا تيفرض ان كاين اجر مقابل العمل. حنا ادينا العمل، يعني دابا الشهر السابع حنا كنتسالوا علاش التاخر هذا. دونك اذا كان اشكال ما بين الوزارتين، يعني وزاره الماليه ووزاره الوصيه، كنطالبوا السيد العثماني المرات شحال من مره تنطالبوه انه يدخل ويحل المشكل من الموقع ديالو يقدر يتفك المشكل. سي علي، انتم كرئيس جمعيه شنو المجهودات اللي درتوا باش هاد الناس يتخلصوا؟ راه سبع شهور ما مخلصينش.
اولا تنعتبر راسي كمسؤول على المؤسسه وكذلك مسؤول على هذه الاطور التربويه اللي هم اللي اليوم بكل صدق وبكل صراحه انه ما بقاش عندنا الوجه باش ندخلوا المؤسسه وفي غياب عدم ياخذوا هاد الناس الاجور ديالهم. اذا هاد الاخوان هاد الاطور التربوي ديالي احييهم من هاد المنبر وتنعتبرهم انا هم مناضلين لانهم ما قدروش يتخلاو على هاد الوليدات في هاد الظرف. ولكن هنا وجه المسؤوليه الى راس الحكومه بصفته كرئيس حكومه لانه دابا الاشكال انه شفنا الوزاره التنميه الاجتماعيه كان عندنا لقاء مع الوزيره ومع المدير التعاون الوطني. المشكل اللي مطروح اللي هما تيقولوه هو احنا بعيدين من هذا المشكل انه وزاره الماليه باقي ما عطاتهمش ذاك الدعم ديال صندوق التماسك الاجتماعي. هذا مشكل حكومي ماشي مشكل ديالي انا، على حتى الا ما قدرش السيده الوزيره ما عندهاش الجهد على وزاره الماليه، السيد رئيس الحكومه راه رئيس الحكومه مسؤول، راه الدستور عطيه هذه الصلاحيه ما غاديش تهربوا من المسؤوليه. اذا عليه يشوف مع وزاره الماليه وتفك هذه الاشكال ديال هذه الوطوط التربويه. هذا شيء غير طبيعي وهذا الشيء ما يقبلوش الله ولا العبد، انه هاد الوليدات تنعتبرهم انا دائما من مكفولين الامه وكذلك الاعاقه الذهنيه اللي الله سبحانه وتعالى رافع عليهم القلم. واش هاد الناس ما يتصنتوش لهاد الوليدات؟ ما يتصنتوش لهاد الناس اللي مقابلينهم؟ هذا الشيء رافع غير معقول هذا الشيء. انا عندنا باش تفسر للمتتبعين قناه انفاس بريس كيفاش هاد الاطور تابعين للجمعيه وتيتخلصوا من طرف الحكومه؟ اولا عندنا بالنسبه اللي احنا عندنا الشراكه واخدين واحد العدد ديال الاطفال اللي هما من عائلات الفقيره ومعوزه، واحد تيتعدى بواحد 300 طفل ولا 320 طفل، تناخذوهم تنتكفلوا بهم وبمقابل داك الشيء الوزاره تدير معنا واحد اتفاقيه، وهاد الاتفاقيه اللي كانت هي دخل داك الفلوس اللي تيعطيونا باش يمشيو للاطر التربويه المختصه ولا كذلك الاطر الطبيه وشبه الطبيه. هذا تيقول لك اودي هاد الفلوس خصهم يمشيو في هاد الاتجاه، ملتزمين حنا بهاد الشيء، ولكن لحد الساعه فين هاد الفلوس؟ فين انت غاتجي؟ واش دابا انا اللي خطير انه دخل رمضان وكل صدق انا تنقولها للمشاهد ديال الانفاس انه كانت واحد الوضعيه كارثيه على الاطر التربويه اللي دخلوا برمضان بدون ريال في الجيب. اذا هذا الشيء وعاوتاني احنا رمضان غادي يخرج بدون يعني ما بانش يعني الرؤيه غير واضحه في متى غتجي هذه الفلوس. تنتمنى من هاد المسؤولين الحكوميين انه تنتمنى من السيد العثماني ما يكونش هو السبب في هذه المؤسسه باش تسد، على انه الجمعيه اباء واصدقاء الاطفال المعاقين دينيا توصلت هذه واحد ثلاثه الاسابيع بتهنئه بالفوز لانه تختارت من احسن الجمعيات في العالم العربي. اذا هذا الشيء هذا راه احنا فخورين به وكذلك مفخره للوطن كذلك وكذلك عندها المنفعه العامه من 1972. انا السؤال ديالي الا كانت هذه الجمعيه في هذا المستوى واش بغينا نهرسهم؟ واش بغينا نسدهم؟ راه حنا بغينا نطلعوا اللي لتحت يطلع وانا اللي الفوق دابا نطيحوه. الله يخليكم المسؤولين. هذا الا كانت هذا الكلام تنقولوا راه تنقولوا على الغيره على هاد الوليدات وعلى هاد الجمعيات وعلى هاد الوطن كذلك. كنشدوا سيدنا اللي غيبقى دائما تاج فوق راسنا انه يتدخل باش يحل هاد يلقى لنا شي حل ويتدخل باش يتحد هاد المشكل.